حب الام للبنت فطره، حبنا لبناتنا ولاولادنا فطره. نور عينك يا بنتي، قطعه من قلبك، صح ولا لا؟ بتبقي عايزاها يعني مش 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 احسن منك، ده احسن من الدنيا كلها. فالامر ده احنا متفقين عليه، وده فطره الله عز وجل حطاها في قلوبنا كلنا، عايزين بناتنا على افضل سمت، على افضل تربيه، على افضل اخلاق، في افضل المناصب، اوائل الدنيا والاخره. كل ديت يعني امنيات بتبقى في قلب كل ام. ولكن خلينا بقى كلمه ولكن دي، ما بنعرفش نظهر الحب دي، ودي اول مشكله. ما بنعرفش نظهر لهم انا بحبك، انا بعمل كده عشان مصلحتك. كم ام ما جاوبوش، ما تجاوبوش دلوقتي، اللي هيجاوب بعد كده هياخد جوائز على اللي هيشارك، لكن السؤال ده جاوبي عليه جواكي. كم ام مننا راحت قالت لبنتها انا بحبك يا دنون، انا بحبك يا قطقوطه، انا انت نور عيني من جوه. قلتها لهم يا اما بعد مشكله، هو انت مش عارفه ان انا بعمل كده مثلا، يعني ده لو اتقال، او عدم التعبير الصحيح. احنا عندنا مشكله تكاد تكون فره صراحه كده في الوطن العربي، معرفش يعني عندنا فره كده، عندنا أزمة في التعبير عن المشاعر، ما بنعرفش نوصف اللي جوانا صح. أداة التعبير عن المشاعر دي احنا بنعلمها للأولاد سن 3 سنين. عايزة أقول لما ناخد أولاد 3 سنين ونقول للأمهات اللي شغالين مع 3 ل5 السن التحفة ده جدا، تعالي معلمي ابنك ازاي يعبر عن المشاعر. جبت لكم العصيان بتاعة التعبير، لكن خلينا نقول ان احنا توصيف المشاعر اللي جوانا الحقيقيه ما بنعرفش، وبعدين نزعل من اللي قدامنا وانت ما فهمتش ليه، وبعدين ضرب بقى يعني تحس بقى المشاكل جت والزوج ما عرفش فهم ايه، ما انت ما عرفش، ما هو انت يا بنتي ما هو هيفهم ازاي، ما انت ما عبرتيش. لا هو شايفني زعلانه مقموصه نكديه، ما ده الوش الثابت يعني، لكن عشان ايه؟ ما فيش. طب ما هو ما حدش هيشم على ظهر ايده، وهكذا مع الاولاد. انا ما بعرفش اعبر لحبي لبناتي، او لما بقول لهم امر ما بغلفوش في مشاعر. تعالوا ما اقول لكم فايده المشاعر بتعمل ايه، وتخلينا ازاي متعاطفين حتى مع المعصيه. استغفر الله استغفر الله. زمان زمان انا يعني الفيلم ده كان على ايامي مثلا وانا كنت في ثانوي لسه، اي تايتانيك مثلا، الفيلم ده جه واتنين والسفينه غرقت وبتاع. انا عايز اقول لكم ان في اكتر يعني من تلت السفينه غرقوا، امهات واطفال، لكن احنا تركيزنا كله في الفيلم على ايه؟ البطل والبطل. طب مات، طب الدنيا، طب بعدين ما رجعوش. اه لا ده رجعوا في الاغنيه بقى الاخيره مش عارفه ايه، لما هي قالت ايه وماتت بعد 80 سنه، وكل عواطفنا في قلب الفيلم تعاطف مع كده. ليه؟ لان احنا لمسنا الجانب العاطفي والمشاعري في الموضوع. من انجح وسائل الاقناع، احفظي عني، من انجح وسائل الاقناع في التربيه او غيرها، او لو بتفاوضي او سياسيه او خطاب جماهيري، انك انت تغلفي امرك بمشاعر جواك، تغلفي الجمله او الفكره او الهدف او المستهدف بمشاعر. انه يمسني اللي انت بتقوليه ده يعنيني انا. فلما اجي اخاطب بنتي واغلف كلامي بمشاعر، انا بحبك، بس انه حب بقى الحب الغير مشروط. إيه ما جبتي وتذاكري وتقعدي وتعملي عشان احب؟ غلط. انت ما نجحتيش ونبهدل ونعمل عشان؟ غلط. انا بحبك سواء عملتي ما عملتي، نجحتي ما نجحتيش، جبتي اعلى الدرجات، ده حب، ده ملوش دعوه كده، انت كده كده بنتي وانا بحبك. الفكره دي لازم توصل، تبقى حطها كده قدام عينيكي كده كأم، لازم توصل للبنات انا بحبك. لكن السلوك اللي انت عملتيه ده لا، ده في كلام، لكن الغلط اللي انت ده الغلط ده، انا على الفعل ده انا ما بحبوش ولا يرضى الله عز وجل. ودايما سقفي مع اولاد عشان يبقوا عارفين كده من البدايه، دايما سقفي مع اولادي رضا ربنا سبحانه وتعالى. طول ما بنعمل لربنا بيرضاه، ده انت بصي في النن وفي الجوه وفوق وهكذا، فسقفنا رضا ربنا سبحانه وتعالى. لما انجح في توصيل الفكرتين دول خلصت المحاضره، خلصت مدارس التربيه، عندنا 4 مدارس للتربيه خلصوا كلهم. لما وصل انا بحبك حب غير مشروط، عايز اقول لك بتاخدي انت عليا الكلام ده، انا اعدالي انت كده، بحبك الحب الغير مشروط، ورقم 2 انت غاليه عندي، انا بحب الفعل، بحبك انت، لكن الفعل انا ارفضه. لو نجحنا في توصيل ده يبقى خير. طب ازاي؟ انا بقى ما يعنينيش صراحه الكلام، يعني انا يعنيني ازاي؟ ازاي اوصل لبنتي انا بحبها؟ اقول اقول يا اخوات اقول، يعني النبي عليه السلام قاعد مع اصحابه وصحابي معدي، فصحابي بيقول له انا بحب فلان،
فالنبي عليه الصلاه والسلام رد عليه رد عجيب، هلا اعلمته؟ طب انت بتقول لنا هلا اعلمته؟ ما تقول لفلان انا بحبه ولا تقول لكذا، انا روح قول له. فالحب بالاعلام، ان انا اعلم اللي قدامي انا بحبك، زي ما بقول لزوجي عايزني يقول لي، طب ما اقول اه صحيح. هو بيعمل صراحه يعني الازواج بيعملوا بحبك، لكن ما بيقولوش نادرا، احنا اللي بنقعد يعني ايه، قول 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 خلينا نسمع. فالحب بالاعلام رقم واحد. فانا عشان اعرف بنتي ان انا بحبها الحب الغير مشروط ده اقول لها. رقم اتنين اشباع العاطفه. احنا عندنا مثلث اسمه مثلث الاحتياجات، تشالوا الصبور. مثلث الاحتياجات دوت القاعده بتاعته الحاجات الفسيولوجيه، الاكل طعام والشراب وكذا. رقم اتنين حنان الحب. وكل يعني علماء الاجتماع او علم النفس يا جماعه اجمعوا ان على الاقل الولد او الطفل او البنت بتحتاج على الاقل من 25 ل 45 حضن وبوسه في اليوم. يعني بعد كل صلاه خمس احضان وبوسات، وخصوصا البنات. الشباب بعد سن 12، وبقول شباب لان انا عندي مراهقه مبكره من 11 بتبتدي، 11 ل 14، من 14 ل 18، من 18 ل 21. الفتره الاولانيه بتاعت اولاد ما يحبوش اللمس، الا اذا كان واد رومانسي تحفه جدا هيطلع زوج زي الفل، ده نحافظ عليه ونحطه في فاترينا، الواد اللي بيحب اللمسات في الفتره دي. لكن عاده الشباب ما بيحبوش، ممكن لمسات، ممكن ما اعرفش اعمل معاهم الحركات اللي بنعملها، ومش عارفه ايه، نجيب نخبط على الراس ده، ساعات ما بيحبوش برده الراس ولا الكلام، المهم حاجات الاصابع اي حاجه. لكن البنات لا، حبيبه امها لنا التوتة، تعالي يا ماما على رجلي توتة يا حلوه اللي بوس، عايزه بقى كده طول اليوم، هي طول اليوم عايزه بوس واحضان ولمسات. ولو هي اشبعت بالامر ده انا نجحت في رقم واحد، انا بحبك. رقم اتنين لا يمكن اي ذئاب ليل بره ولا اي فراخ ليل اي حاجه حدش يقدر. ليه؟ هي مشبعه، وخصوصا لو الاب كمان. بنتي يقول لك بقى الكلام بتاع زمان، معرفش حمايه مثلا كان يقول لي اه خرات البنات، اقول له ايه في خرات للبنات، بيخرط البنات. دي بقت اموره، دي بقت بطه، دي بقت كذا، شعرها الجميل، زينه البنت شعرها، سرحوا شعركم. مجرد انها تسمع كلمات الاشباع دي يبقى انا عالجت القاعده رقم واحد، انا بحبك الحب الغير مشروط. يبقى اول حاجه الاعلام، تاني حاجه اللمسات، الاحضان، البوس والاحضان واللمسات والكلام، لازم يبقى فيه كلمه دلع للبنت.